يقوم الآن الطاقم الطبي بمتابعة الأمر لوجود غبار كثيف. الآن يختنقون من هذه الغازات التي تنبعث من القذيفة التي أطلقت على مبنى التخصصات. إذن الاستهداف مباشر لمبنى التخصصات، يتم إجلاء المرضى الذين تم إجلاءهم أصلا من عناية العناية المركزة إلى مكان الممرات. الآن الأمر صعب ومعقد للغاية، يتم إجلاء المرضى الآن من داخل القسم لوجود غبار ودخان كثيف يسبب اختناق للمصابين. خالد يتم إجلاء المرضى بصعوبة ثالثة، غبار كثيف المكان.